لنثبت لكم أن التكنولوجيا تجعلكم سائقين أفضل. تحدينا أشخاصاً حقيقيين ليقودوا ترافيرس معتمة بالكامل نحو الخلف عبر مسار مليء بالعوائق. سيرسلي؟ اسمها ترافيرس الجديد كلياً من شيفروليه. هلا حداً عم بيسوق للسيارة ومنو إيش عشية؟ ولا إشي. لا عم تمزح. تحب تجرب اللي سواه؟ سوقه؟ بس ما بقش عشية يعني؟ ولا وغير هيك راح ترجعي كمان ريفيرس. نشوف ازاي؟ خلينا نحط ريفيرس. الحمد لله. وعندنا هون كاميرا مراقبة الرؤية الخلفية. واو خطيرة. واو ولا كأنك بتسوق ريفيرس. وهون بنشوف كيف كاميرا الرؤية المحيطية بتساعد على المناورة بالأماكن الضيقة لأنه بتورجينا كل إشي محيط فينا مهما كان حجمه. يا شيخ يا صراحة شيء خطير يعني الواحد ما يخاف. برافو عليك سو. برافو عليك. رائعة جدا. أول إشي أنت عديتي هذا كله هيك؟ أنا عديت هاد؟ عن جد ما وأنت شايفي إشي؟ لا عن جد هلا بس شفت هذا المشهد مش كتير واو عملت. دخلت إن أنا مشيت وسط ده كله لحد هنا من غير ما أخبط حاجة برضه. بس بهيك سيارة؟ واو. أكيد. أكيد حسيت حالي سعرفت.